موجز التاسع من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، حل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم ببكين في زيارة دولة تدوم يومين إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، تلبية لدعوة من فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ. وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد اختتم أمس زيارة العمل التي قادته إلى دولة قطر الشقيقة، حيث استقبل في اليوم الثاني من الزيارة بقصر الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة من قبل أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بحضور وزراء وكبار المسؤولين من كلا البلدين. رئيس الجمهورية صافح بعد ذلك الوفد الوزاري القطري الذي كان في استقباله بقصر الديوان الأميري. من جهته، حيا سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعضاء الوفد الجزائري المرافق للسيد الرئيس. وقد جمعت الزعيمين بقصر الديوان الأميري دائما محادثات رسمية تركزت حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصاد، التجارة، الصناعة، الطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية. بعد ذلك، ودع سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بقصر الديوان الأميري بالدوحة. وخلال زيارة العمل التي قام بها رئيس الجمهورية إلى قطر، استقبل السيد الرئيس قبيل مغادرته دولة قطر، استقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة لدولة قطر السيد معتز الخياط. تعلم وزارة التربية الوطنية أنه سيتم إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 اليوم الاثنين على الساعة 4 مساء، ويمكن الاطلاع عليها وفق ما يلي. بالنسبة للمترشحين المتمدرسين عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz مجانا عن طريق الهواتف، أن قال للمتعاملين الثلاثة موبيليس أريدو وجيزي بتشكيل الرمز نجمة 567 دياز عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في اليوم نفسه والتوقيت نفسه على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي أجتاز تلاميذها الامتحان. عبر فضاء الأولياء أولياء education.gov.dz بالنسبة للمترشحين الأحرار عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz ومجانا عن طريق الهواتف، أن قال للمتعاملين الثلاثة موبيليس أريدو وجيزي بتشكيل الرمز نجمة 567 دياز. وبالمناسبة، تهنئ وزارة التربية الوطنية الناجحين وتشيد بجهود كل الفاعلين في إنجاح هذا الامتحان. تمكنت فرق الحماية المدنية بمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي وأعوان محافظة الغابات من إخماد حريق بغابة حاريج بولاية البويرة. هذا وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 30 شاحنة إطفاء من مختلف الأحجام، إضافة إلى طائرات إخماد الحرائق وأرتال متنقلة من ولاية برج بوعريريج والبويرة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.